بكده خلصت اخبارنا، لكن احلى حاجه ان يكون عندنا منتخب يطلع في الظل ويطلع ينور في العالم. بصراحه شديده اخر شهر كان فيه انجازات كبيره للمنتخبات المصريه بصفه خاصه اليد والطايره. في كره اليد تالت واول، لكن منتخب الطايره بيطلع لبطوله العالم في الضلمه تماما، محدش يسمع عنه حاجه، محدش يتكلم، لكن برضه شد الجمهور المصري وشد كل الناس معاه، وكانوا يتمنوا يخش السيمي فاينل، عشان عفوا يخشوا الفاينل، لكن قدر الله ما شاء فعل، عملوا اللي عليهم وخلفيات كتيره هنعرفها. لكن خلينا نستعرض قائمه شرف المنتخب الكره الطايره اللي شرفنا فعلا في تونس وطلع رابع العالم. هنبدا بمحمد علوان، هنبدا بكابتن رئيس الجهاز، ادي كابتن حسن الحصري، ده المدير الفني، المدير الفني المصري الوطني، المدير الفني تاني باكد عليه، المصري الوطني اللي هو قدر من 3 شهور يطلع لرابع العالم. حاجه مهمه جدا، وان شاء الله في حواره معانا هنتكلم معاه عن خلفيات كتيره جدا، لانه ممكن ما يكونش موجود في مصر كمان شويه. هو رئيس جهاز الكره الطايره بنادي الطيران، هنا عندنا بنكرم منتخب مصر، مش بنكرم حاجه تانيه غير منتخب مصر. مدرب عام منتخب مصر الاول عده مرات، والمركز الاول بتصفيات كاس العالم، وحاصل على بطوله افريقيا مع منتخب مصر الاول 2013، وكمان رابع العالم للناشئين في البطوله المقامه في تونس. كمان في السي في بتاعت كابتن حسن الحصري التأهل والمشاركة بكأس العالم للشباب بالهند 2009، التأهل لكأس العالم بالبرازيل والمشاركة عام 2011، ومدرب منتخب مصر تحت 23 سنة الحاصل على كام؟ خامس العالم من 2017، من سنتين، وآخر حاجة حصل عليها المركز الرابع ببطولة العالم للناشئين تحت 19 سنة المقامة في تونس. كابتن حسن الحصري بنقول له 1,000,000 مبروك، ان فعلا عملت جيل جميل. وبعد شويه كده باذن الله هنتكلم معاه باستفاضه، هنخش في لاعبين منتخب مصر اللي شرفونا. كابتن محمد علوان، وهو مواليد 1/1/2001، الطول 187، الوزن 72، النادي العاب دمنهور. عمر شريف رقم 3 في منتخب مصر، وهو 13/9/2001، الطول 2 متر والوزن 80 جرام، والنادي الأهلي. أحمد عبد العظيم رقم 5 27/7/2001، الطول 199 والوزن 98، والنادي بتروجيت. مروان النجار رقم 7 1/1/2001، الطول 194 والوزن 89، والنادي الأهلي. عبد الرحمن الحسيني هنتكلم معاه عن حاجات كتيرة، كابتن الفريق اللي فعلا ما شاء الله عليه أبدع في اللقاءات كثيرة داخل أرض الملعب، طبعا كلهم أبدعوا لكن هو تألق بشكل ملفت جدا للنظر. 24/8/2001، 186 و78 وزن، والنادي الأهلي. أنس شوقي رقم 10 2/5/2001، 182/79 جرام، والنادي الأهلي. كريم إبراهيم رقم 14 5/9/2002، 195/75 جرام، والنادي الطيران. إياد محمد رقم 15 17/10/2002، 192 سنتي 72، النادي الأهلي. محمد العرابي رقم 17 30/5/2002، 2 متر 2 سنتي، 109 كيلوغرام، والنادي طلائع الجيش. يوسف نصير رقم 18 17/3/2002، والطول 2 متر 2 سنتي، 103 جرام، والنادي وادي دجلة. 19 يوسف جعفر رقم 19 14/7/2001، الطول 189 والوزن 83 كيلوغرام، ونادي الصيد. واخر نجم معانا النهارده ابراهيم رسلان، ابراهيم رسلان رقم 20 19/2/2002، والطول 167، صار شويه لكن هنتكلم برضو معاه، و 64 كيلوغرام، ونادي الاهلي. بقيه الجهاز لازم نقوله، لازم نشكره، لان الجهاز مكتمل، مش كابتن حسن الحصري، جهاز كبير معاه كابتن ناصر علي المدرب المساعد،
وكابتن مصطفى صالح محلل تقني، وناصر حمدي مدير إداري، والدكتور مصطفى يسري للعلاج الطبيعي. خلينا نروح نشوف مشوارهم اللي تعبوا فيه، اللي قابلوا أبطال العالم، اللي إحنا هنقعد نستفيد معاهم في كل كلمة، ونعرف إزاي لما يقابل أول يوم بطل أوروبا ويكسبوا 3-2.